بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي الغدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف وأما سننها فكثيرة وأما سننها صلاة سنوين كيدي ميا ربتا فهي كثيرة مد فربضا وي فكثيرة فهي سنن تاسي كثيرة مد فربضا وي منها سننتا وحا كمدا ما سنة يا كمدا هي يدب خارج الصلاة صلاة دبنان كيداها توي سننتي وحا كمدا ما هي خارج الصلاة sunna salaada ka baxsan sunna salaadu iska leedahay salaadana aan ku dhex jirin ka baxsan oo banaanka ka joogta ayaa kamida wa huwa sunnaha si aladaan wa adaankii weeye wal iqaamatu iyo aqimidii adaanka iyo iqaamadu sunna salaadu iska leedahay haddana aan salaada ku dhex jirin banaanka ka ah weeye والرواتب كوي راعها يوي من الصلوات صلاتها كوي راع سنوين كي صلاتها فرد كا راع يوي وحا سننت صلاة أو صلاة بنان كا وحا كمدا صلاة فرد كا هنا اسكاليد هاي رواتب الفرائد سننت اللي راه رواتب الفرائد صلاتها فرد كا سننت الراع ده أو أما كهو الرئيسة أما كدن بيسة marka iyaguna sunna salaadu iska leedahay khaarij salaadna ah oo salaada ka baxsan weey waaya sunanta rawaatibta lagu magacaabay 22 labaatan iyo laba weey ragcatan min ragcatin ya ragco wa labaatan iyo laba ragca weey 10 go minha labaatan iyo labada kamidhi muakkadatun kuwalaadkay weeye 10 waa muakkad 10 labaatan iyo labada kamidha waxaa lagu magacaabaa muakkadatun waxaa la yiraahdaa muakkadna wa huwa muakkad kuma waadaba alayhi nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam akthara min ghayrihi waa wax nabigu uu daa'imay in ka badan qeyrkooda maa waadaba annabiyu nabigu wuxuu daa'imay weeye aksara min qeyrihi sallallahu calayhi wasalaam kuwa kale in ka badan buu nabigu daa'imay calayhi salaatu wasalaam kuwaasa waxaa la yidhahdaa mu'akkad aada baa loo adkeeyey 10 oo minha 22 ka midihi muakkadaatun kuwa la adkeeye weye waaya muakkadaadku ragcataani laba ragca weeye ragcataankaasuu qabla subxi subxiga hortiisa ahaaday waa laba ragco oo salaada subxiga ka horeeya likhabari muslimin ayaa u daliila xadiidkii imaamu muslim uu yiri نبينا عليه الصلاة والسلام ركعتان قبل الصبح خير من الدنيا وما فيها ركعتان لو ركعوا قبل الصبح صبح غورتي ساهادين ايا خير كخير بدن من الدنيا الدنيا ده وما فيها وحك دحسغن ودن ويسن تخفيفهما ان لو ركع الله فدودينا ولا سنيا وأن يقرأ فيهما إنه قف مصلي آه كو أخرينا وعلى سنية بآيتي البقرة يو آل عمران لبدا آية دو البقرة يو آل عمران إنه مركا وحوي كجرا إنه كو أخريا وعلى سنية أو أمس ألم نشرح إيه وألم ترى إنه كو أخريه ألم نشرح إيه ألم ترى كيف أو أمس الكافرون إيه والإخلاص إنه كو أخريه والأفضل سيدا أفضل كائن وحوي أن يجمع إنه كل مية بينهم بينها مذكورات كأسرن إنه كل مية اسكدره
ولا يكون ما هان يوم مطولا مثل ديري لها صلاة الله ودارك بذلك مذكور كاس بسبب ذلك مذكور كاس اسكدر داسي تدويلا ديرين أو يخرجك بحية من حد السنة مارك وحير إن لا أغريو لابد الرقعو سورة البغارة أقدم بي سيد لابد آيادها أقدم بي مركز سورة آل عمران الدعاء إيا إن لا أغريو مركا ألم ترى ألم نشرح إيا ألم ترى كيف فعل ربك لابد العلوك لا أغريو إيا إن مركا قل يا الكافرون إيا إيا لو أغريو سورة الإخلاص إنت بوي سوار أرتي حد أدو أنت مركا إسكدر واي وركعتان لو ركعوي ركعتان كاسو قبل الظهر ظهر كرتي ساهادن سنوين كراتب رواتب تاكو مؤكد كا وحا كميدا ركعتان قبل الظهر لو ركعو صلاة الظهر كهريو او الجمعة كهريو سيدو كلات الجمعة نوا سيدو كلاها راتبه قبليه اي بعديه الظهر كاي جمعه واسكلمد واسكليهم ويسن ان يقرا فيها فيهما بالكافرين والاخلاص انك اخر يس راتب تاس قبليه الظهر وركعتان الله وركع بعدها صلاه الظهر بعد كده هذا با كمده ظهرك إيا الجمعة وإسكالمد بعد يدا قبل يدا ورقعتان إلا ورقع يا كميدا رقعتان كاسو بعد المغرب مغرب بعد كيسا هذي وحان سوشاقنا إلا ورقع قبل الصبح إلا ورقع قبل الظهر إلا ورقع بعد الظهر إلا ورقع بعد المغرب لبان نهارتي ورقعتان بعد العشاء لورقع بعد العشاء طبعاً كاس أي وحيهن عشر مؤكدات كولات كيوية وثنتا عشرة اللبئي طبعاً غير مؤكدة غير مؤكدة كولات كي غير كدوية لبئي طبعاً وغير مؤكدة وإن وردتها بصار ارتبها لبئي طبعاً كان ضمبي أخبارنا حديث صحيحة وصحيحة هباك سؤال أرته وكريها هبالك هذا التركها كتقيد إذا هبالك هذا كالمؤكدة سيداً مدى مؤكدة ده وكالي تركي قدو هبك راهي النقضة لكن غير مؤكدة يلو مقعابا غير مؤكدة لو مقعابا وهي غير مؤكدة ذو حجر مركا رقعتان اللبا رقعوي رقعتان كاسو قبل الظهر ظهر كورتيسا هذي إيو رقعتان اللبا رقعو رقعتان كاسو بعدها صلاة الظهر بعد كذا هذي زيادة حال أيهم كوك زيادة على المؤكدات كويلات كيي كويلات كيينا وكزيادة وحسو أرورتي النبي صلى الله عليه وسلم كان الله يدعو أربعا قبل الظهر إنه سنأفرق على كتك جرنين وقبل الظهر ظهر كورتيسا هذي ولو اقتصر هدوكو قابصد منها أفرتاسي على ركعتين هدوكو قابصدو ولم ينوي وسن يسن بير مركا المؤكد ولا غيره وسن كني يسن وسن كني يسن مؤكد يا غير مؤكد مدنا انصرف وقدم يا بير المؤكد كما هو قبل الظهر هدي وقفكي دكان رواتبتي سوى دكان يا مؤكد يا غير مؤكد هدو مدنا وسن كني يسن يا افرتي قبل يدا هاد اودو كذا مركا وحو حان نقونا يا مركا مؤكد بي لابدين مؤكد كاهيد بي نقونا يسا مؤكد بي نقونا يان لابدين مؤكد كاهيد
ilaan qabl afarta qabla duhurka ahi waxa weeye laba mu'akada laba qayr mu'akada isugu jiraan, afarta bacda duhurka ahina laba mu'akada laba qayr mu'akada isugu jiraan. Waxaa bannaan marka inuu sunnata duhuri qabla alqabliya iska niyeysto, waa mu'akadi qayr mu'akad, qabliyadii inuusan kala qaadin, bacdiyadiina inuusan kala qaadin. Wa ragcataani laba ragco weeye, ragcataankaasoo bacdaa ay bacda duhuri salaada duhurka bacdigeeda ahaada ziyaadatan xaalayin kuwa ka ziyaadsan cala alarbaci almu'akadaati, afarti mu'akadka ahayd alqabliyati walbacdiyati. Lilkhabari saxiixi, man xaafada qofkii xifdiya calaa arbaci ragcaatin, afar ragca qofkii xifdiya qabla duhuri duhurka hortiisa waa arbacin, afar xifdiya bacdahaa salaada duhur bacdigeeda, xaramahu allaahu, ilaahay wuu ka xarimayaa tacaalaa dibri u sareeya cala annaari, naartiibaa ilaahay ka xarimaya. Wa milu duhurina waxaa lamid ah, aljumcatu baa lamid ah, faiya ka duhuri fi lmu'akadi wa gayrihi qablahaa wa bacdahaa cala almuctamadi. Wa arbacun afar baa ka mid ah kayru lmu'akadkii, arbacadaasoo qabla alcasri casrka hortiisa ahaaday, afar ragco oo qabla alcasrina lamid weeye oo kayru mu'akada sunna kayru mu'akada ayaa lagu tiriyaa. Inkastoo markaa uu soo arooray xadiid markaa xasana annahu nabiga sala allahu calayhi wasalam kaana yusalli qablahaa arbacan yufasilu baynahunna bitasliimi, wuxuuna ku kala faslinayay dhexdooda salaamu naqsi. Wasaxa waxaa kaloo ansaxay raxima allaahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan, allah u naxariisto imra'an qof oo sallaa dukaday qabla alcasri casriga hortiisa arbacan, afar dukaday. qaala alghazali, wuxuu yihi raximahu llahu tacaala, fa axris ku dadaal calaa arbacin, afar ku dadaal qabla alcasri casriga hortiisa, litanaala si aad u gaartid dacwata nabiy, nabiga ducadiisa sidaad u heshid. Buu yihi oo raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan. Wa ragcataani laba ragca weeye, ragcataankaasoo qabla almaqribi maqribka hortiisa ahaaday, laba ragco oo qabla almaqribina iyaguna waa kayru mu'akada. Wa ragcataani laba ragco qabla alcishaa cishaa hortiisa ahaaday. Wa ama alwitru watarki, miyaa rabtaa sunnada witriga loo yaqaano, fa huwa watarku sunnatun, sunna weeye sunnahaasoo mustaqilatun, madax bannaan, sunno mustaqilaa oo madax bannaan oo aan rawaatibta ka mid ahayn oo ka madax bannaan weeye. Wa aqalluhu ugu yaraantiisuna ragcatun, hal ragcaa weeye witriga ugu yaraantiisu waa hal ragco in la dukado. Wa aktharuhu ugu badnaantiisuna ixdaa casharata, kow iyo toban weeye. Wa adna alkamaali, kamaalkiisa meesha ugu yarina salaatu ragcaatin, saddex ragco weeye. Adnulkamaalka waa saddex ragco in la gaarsiiyo, inta la dhihi karo marka waa la kamilay. Inta ugu hooseysa kamaalkaasi waa saddex ragco in la gaarsiiyo. Wa min assunani, sunnooyinkii waxaa ka mid ah maa baa ka mid ah, huwa maaguwa madluubun, la dalbayo fi salaati, salaada dhexdeeda. La waxaan soo sheegnay awal sunnooyin maa huwa khaarija salaati baan soo sheegnay, wixii salaada ka baxsanaa. Wa min assunani, maa baa ka mid ah, huwa maaguwa madluubun, la dalbayo fi salaati, salaada dhexdeeda laga dalbayo qofka. Sunnaha salaaddu iska leedahay salaadana ku dhex jira. Wa huwa maagaasina qismaani, laba qaybood weeye. Abcaadun, kuwa abcaad lagu, sunna abcaad lagu magacaabo, iyo wahay-aatun, matni ahaan wahay-aatunta wuu iga tegay laakiin sharcu kaga ku daray wahay-aatun baa ku jirta. Waa labada qaybood waa abcaadun iyo wahay-aatun.
والأولى مده الرئيسة أو أبعاده سبعة تضب وي وتضب التشهد الأول وأتحيات كي أول كاوي وأتحيات كهر يوقعوده فرقي سيوي وصلاة صلوي على النبي نبي صلي وصلى الله عليه وسلم فيه أي بعد التشهد أتحيات كبعد سوي فيه في تشهد أي بعد التشهد أتحيات كبعد قيسة النبي صلي وصلى الله عليه وسلم فيه ذا السيدة ذا عبد الله حق سيو أتحيات كدحدي سي النبي صلي ونقنا يا مناكو أنصح يسو أتحيات كمارك الله ما يكذب ويانا النبي صلي وصلى الله عليه وسلم وصلاة صلوية على الآلي آلك الوصليو في التشهد أتحياتك دعدي سال أخيري في التشهد أتحياتك بمعنى بعد التشهد ويسغن أتحياتك بعد سال أخيري أدن بيأيوي أتحياتك أدن بيين مركا اللولة صليو آلكنا وعيك متاي مركا أبعاض أيك متاي والغنوت غنوت كيوي والقيام استاغوي له لأجل القنوت مرك الله استاغوي والصلاة صلي والسلام السلام على النبي نبي قلو صلي ولنا السلام صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم وآله أهلكي سلقو صلي ولنا السلام وصحبي أصحابي سلقو صلي ولنا السلام فيه في القنوت وحيري والصلاة صلي والسلام والسلام على النبي نبي قلو صلي وصلى الله عليه وسلم وسلم أهلك كما غني وقو صلى الله عليه وسلم أيك تغي وآله نوحي كعد فانتهي الصلاة والسلام على النبي وآله أهل كي صلوا صلي ولنا السلام وصحبه أصحابتي صلوا صلي ولنا السلام فيه في القنوت قنوت كالحديثة النبي يا أهل كيسا يا أصحابتي صلوا صلي ولنا السلام صلى الله عليه وسلم ذو حويان ذكري النبي الله حسدي سال الشيخ دي سال صلي الوصل لنا يوي ما هي قنوت حكم كوح إسكوح لنا هي والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه فيه في القنوت ما يكن مركو على النبي يريب ومرك النبي وحسي درتي هذا صلى الله عليه وسلم وسلم مكرا يكتري مركز صلى الله عليه وسلم نبي لو صليو يا وآله أهل كسر وصليو وصحبي أصحاب كسر وصليو فيه في الغنوت غنوتك لحدي صلى وصليو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيد الله قدر غنوتك آخر كيس وإذا ترك هذه اللغة منها سنو ينكاس أو يقو أبعاد الله يقانو أنو سوترين يتضب ضعه هذا بل تضوذي صوتي وعك يرى التشهد الأول وقعوده وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في التشهد الأول صدح ماءها وصلاة على الآل في التشهد الأخير وعفر والقنوت وشن والقيام له للقنوت واللح والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه فيه وإسكو مدعو كاريغي تضوضا سمركا يوكرنغا علماء دقارنا إيا وتضوضانا أي وحي أكالاتريان لباتن غارسيان كتب تقارك دو حيليهين واللباتن سيدر يدو دعو كالات لباتن كاسي مركا وإياغان انتان عنكالية أي مد كستا وحي كالقاضيان غرديسا إيا قيام كيسا غرديسا إيا قعود كيسا إيا كالقاضيان وكاس الله تنقر سينه وإذا تركا دي لغتك ومنها سننتاس أبعاد حال وكمدي هاي شيء شيء دي لغتك جبرا والا كبايا
bisujuudi sahwi sujuudu sahwi waa lagu kabayaa salaadaas. Salaadaada waxaa lagu kabayaa sujuudu sahwi in lagu kabo ayay u baahanaysaa liajli alkhalali, khalalkaa soo galay daraaddeeda. Wa thaaniyatu qaybtii labaad kasiiratun, mid fara badan weeye. Qaybtii labaad oo ahayd hay-aadka waa kasiiratun, mid fara badan. Minhaa waxaa ka mid a qaybtaa labaad rafculyadayni, labada gacmood kor yeelidooda ayaa ka mid a. Fii arbacati mawaadica, afar meelood gacmaha kor loo qaado. Afarta meelood oo gacmaha la kor yeelayo waa markii la xirto salaada oo la xiranayo allahu akbar, gacmaha la kor yeelayaa. Markii rukuucda loo socdana gacmaha kor la yeelayaa. Markii rukuucda laga soo laabtana gacmaha kor la yeelayaa. Atxiyaadka dhexe markii laga istaagana gacmaha la kor yeelayaa. Afartaas meelood weeyaan rafculyadayni fii arbacati mawaadica, afar meelood in gacmaha kor loo qaado ayaa sunanta hay-aadka quruxda salaada ah ka mid a. Wawadcu lyamiini, midigta ku dejinteedii baa ka mid a. Cala shimaali, bidixda lagu dul dejiyo. Markii gacmaha rafculyadaynka la sameeyey xirashada oo kale, gacmihii labadii gacmood in xabadka laysku dul saaro oo bidixdii inta la hoos mariyo midigta lagu dul dejiyo. Wa ducaau liftitaaxi baa ka mid ah ducada la yidhaahdo ducaau liftitaax, furfurashada ducadeedii ayaa sunanta hay-aadka la yidhaahdo ka mid a quruxda salaada. Wajahtu wajhii liladii fadara samaawaati waalarda xaniifa musliman waa ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu bidalika umirtu wa ana min almuslimiin, sidaa in la akhriyo. Wa tacawud, acuudu bilaysigii baa ka mid a qabla alfaatixati, faatixada ka hor la acuudu bilaysto. Wa taamiinu, aamiinsigii baa ka mid a bacdahaa salaadan faatixadan bacdigeeda la aaminsado. Markii waladdaaliina uu yidhaahdo aamiin inuu raacsiiyo qaari ah iyo midka mustamica ah haddii uu ahaa imaam ahaawo. Wa suuratu suuraddii, taana waa la sunneeyaa suurad inuu akhriyo bacda alfaatixati, faatixada bacdigeeda. Wa suuratu suurad ayaa la sunneeyaa bacda taamiini, aamiinsiga bacdigiisa. Markuu faatixadii aaminsado bacdigeeda, markaa inuu suurad qur-aanka ka mid akhriyo waa la sunneeyaa labada ragco oo hore. Labada ragco hore ayaa bacda alfaatixati suuradda la sunneeyaa. Wainamaa tusannu aydan, waxaa la sunaynayaa wiiri fi rakcatayn alawalayni, ayaa uulayayni baa la sunaynayaa, laa fi thaalithati waraabicati lama sunaynayo. Min alfaraa'idi ka mid a waljahru, jahrigii baa la sunneeyaa bilqiraati, qirada lala jahro sunnooyinka quruxda salaada hay-aadkeedaabay ka mid tahay in qirada lala jahro salaadii jahriyada ahayd. Walisraaru, siraysigii baa la sunneeyaa bihaa, qirada la siraysto fii maxallihimaa, maxalljahri wasiri, maxalljahrigiina in lala jahro, maxallu sirigiina in la siraysto hay-aadka quruxda salaada ayay ka mid tahay. Wa takbiiraatu lintiqaalaati baa ka mid ah guurguuridda takbiiraadkeedii baa ka mid a. Allahu akbar, allahu akbarta in lagu guuro. Wa tasbiixaatu rukuuci ayaa ka mid a rukuucda iyo wasujuudi sujuudda tasbiixaadkeedii baa ka mid ah. Wa qowlu samica allahu liman xamidahu qowlkeedii baa ka mid ah, korka uu soo laabto oo uu ictidaalka u soo laabto. Samica allahu, intuu soo socdo, liman xamidahu, inuu yidhaahdo hadduu soo istaagana, rabbanaa laka alxamdu, inuu yidhaahdo. Wawadcu liyadayni, labada gacmood ku dejintoodii baa ka mid ah. Cala alfakhdayni, labada bowdo inuu ku dejiyo. Fil juluusi, fadhigii markuu fadhiyo, fadhi kasta markuu fadhiisanayo gacmaha inuu bowdyaha saarto. Taa ayaa sunnooyinka quruxda salaada ka mid ah. Yabsudu, waafidinayaa, alyusraa, asaabic alyusraa,
gacanta bidix faraheeda waa fidinayaa, wayaqbidu waa laabayaa, alyumnaa asaabic alyumnaa midigta faraheedana waa laabayaa, ila almusabbixata farta musabbixada la yidhaaha maahane, farta musabbixada la yidhaahdo ama sabaabada la yidhaahdo ama murugsatada la yidhaahdo suulka xigta, taas waa sii daynayaa. waliftiraashuna waa la sunneeyaa iyadana, iyadana wuxuu iska sii daynayaa iyadoo dirsan ee fidsan iyuu dhulka iska dhig meeshaa korkaaga uu ku sii daynayaa oo iska laalaadinayaa markuu soo gaaro ashhadu an laa ilaaha ila allaahu marka uu gaaro ayuu markaa taagayaa. intii ka horeysa waa fidsan tahay, kuwa kalena waa laaban yihiine ma taagna. waqtiga la taagayaa waa ila allaahuda waqtigaa ku dhawaaqaysid adigoo ku ishaarayo ilaahay waxdaaniyadiisa. markaa lisaanka waxaa kaga dhawaaqaysid oo ilaahay mu ilaah kale inaanu jirin ah, iyo fartaasi oo tushiiru wuxdat allaahi aad ku ishaaraysid ee aad taagaysid ayaa markaa isku marka dhigaysaa. waliftiraashu isgoglashaa ayaa la sunaynayaa oo hay-aad ka sunantaa ka mid ah, fii jamiici aljalasaati fadhiyada dhammaantood, fadhi kasta ee aan ka ahayn fadhiga u dambeeyo iftiraash baa la sunaynayaa inuu isgoglado oo lugta bidix intuu dadbo iyada sal saarto. wa tawaruku sinaysigii baa la sunaynayaa fi ljalsati fadhigii alakhiirati ee dambeeyey inuu sinaysto, fadhiga u dambeeya waxaa la sunaynayaa isaga sinaysi wey inuu intuu sinta bidix lugtii uu sal saaranayay intuu dhanka midig u bixiyo sinta bidix inuu sal saarto inuu dhulka dhigto. wa tasliimatu salaamtiina waa la sunneeyaa athaaniyatu oo labaad, salaamta labaadna oo salaamu naqsiga midigta la fiirinayo, midna bidixda la fiirinayo, midda midigta la fiirinayaa ay waa rukni min arkaani salaad. in midigta la fiiriyaay waa sunno, laakiin in salaamta koowaad lagu dhawaaqo waa rukni. in midigta la fiiriya waa sunno, salaam labaad in lagu daraa waa sunno, salaamta labaad in bidixda la iltifaado xagga bidixda la fiiriya waa sunno. waa ka sunnooyin badan baa salaamtu leedahay. in bidixda dadka markaa midigta fiirinaysa dadka garabkaaga midig jooga inaad ku salaanto waa sunno, salaantaa ka niyeysatid oo muslimiin insi wajinin ah ama aada raddi ka niyeysatid haddii salaamta lagaala hormaray cid kaleeto markaas xaggaaga salaamta usoo jahaysay. waxaa loo kala qaadi doonaa markii aan mari doono, markaan kutubta xoogaa kuwan kan ka sarreeya ayaa kala qaadi doona waxa uu ka niyeysanayo hadduu ma'muum yahay, hadduu imaam yahay, salaamtaas wuxuu ka niyeysanayo. wa tasliimatu salaamtii athaaniyatu labaadna waa la sunaynayaa, wa idaa turika haddii laga tago minhaa, sunantaas lasoo sheegay xaal uu ka mid yahay shay-un shay haddii laga tago, laa yujbaru lagu kabimaayo bisujuudi sahwi, sujuudu sahwi lagu kabimayo. sunantaa lasoo sheegay mid ka mid a haddii laga tago sujuudu sahwi lagu kabimayo, halka kuwii hore haddii mid ka mid a laga tago sujuudu sahwiga lagu kabayay. middaani waxa weeye sunantaani sujuudu sahwi lagu kabimayo. haddii sujuudu sahwi baan ku kabayaa uu yidhaahdo qofku haddaan jahli loogu cudrin salaadaa ka burayso. wa amaa makruuhaatuhaa wallahu subxaanahu wa tacaala.